كتير. ان شاء الله النهارده بطريقه مبسطه وبطريقه سريعه وسهله هنشرحهم وهنوضح استخداماتهم المختلفه، وعشان كمان نقدر نستخدمهم في مكانهم المناسب. ايه هما الكلمتين دول؟ was were. مبدئيا كده لازم نعرف ان was and were هما الباست او الماضي بتاع am is are، وده بشكل عام. يعني was هي الباست او الماضي بتاع am is، were الماضي بتاع are. يبقى احنا كده متفقين ان هما دايما بيستخدموا في الماضي. was بتيجي مع I, he, she, it او اي اسم فاعل مفرد. where بتستخدم مع we, you, they او اي اسم فاعل جمع. ولما بنيجي ننفي الكلمتين دول بنضيف not في اخرهم، يعني was هتبقى was not واختصارها wasn't، were هتبقى were not واختصارها weren't. هنتكلم النهاردة عن ثلاث استخدامات لwas and were. اول استخدام ليهم على انهم verb to be في الماضي، ودرس الverb to be كامل هو الverb to do and verb to have هتلاقيه تحت في الديسكريبشن ممكن تشوفه، وبرضو هتلاقيه ظهر لك فوق هنا ممكن برضو تشوفه. قلنا ان احنا بنستخدمهم على انهم verb to be في الماضي، وده اللي احنا قلنا من شوية ان هما الباست بتاع am as are. am as are هو دوت الverb to be في present. الماضي بتاعهم was and were. was معناها كان او كنت او كانت، ده طبعا خاص بالاسم المفرد. were معناها كنا او كانوا او كنتم، ما هي خاصة بالاسم الجمع. وزي ما قلنا طبعا كل واحدة فيهم مخصصة لنوع معين من الفاعل سواء كان مفرد او جمع، وبيجي بعدهم طبعا تكملة الجملة ممكن يكون صفة ممكن يكون noun اللي هو اسم او غيرهم. yesterday they were happy، بالامس كانوا سعداء. they دوت طبعا ضمير فاعل جمع، جي بعدها were بمعنى كانوا، وده طبعا حاجة بتدل على او بتشير الى حاجة في الماضي. جي بعدها صفة اللي هي happy. لما نيجي نمفي الجملة دي هنقول yesterday they weren't happy، بالامس لم يكونوا سعداء، ما كانوش سعداء. ضفنا لها نقط في اخرها عشان تبقى منفية. we were at home yesterday، كنا في المنزل بالامس. جي بعدها النون وجي قبلها الفاعل الجمع were، طبعا هنا معناها كنا، حاجة بنشير الى حاجة حصلت في الماضي. ولما بنيجي ننفيها نقول we weren't at home yesterday، لم نكن بالمنزل بالامس، ما كناش في البيت امبارح. I was happy، انا كنت سعيد. was جت بعد الفاعل اللي هو I، وبرضو هتيجي بعد he, she, it او اي اسم فاعل مفرد زي ما احنا قلنا. جي بعدها الصفة او تكملة الجملة زي ما يكون، المهم انها بتشير لحاجة في الماضي بمعنى كان او كنت او كان، ده بالخاص بالمفرد. لما بنيجي ننفيها نقول I wasn't happy، لم اكن سعيد، ما كنتش سعيد، كلام برضو في الماضي. she was happy at the party، كانت سعيدة في الحفل. طبعا برضو كانت was جت بعد الفاعل المفرد اللي هو she، يعني ممكن اشيل she واحط مكانها اسم مؤنث مفرد، ولكنها دلت على او اشارت الى حاجة في الماضي. لما بنيجي ننفيها she wasn't happy at the party، لم تكن سعيدة في الحفل، ما كانتش سعيدة في الحفل. المهم في النهاية ان احنا استخدمناها هنا على انها verb to be في الماضي، was and were بمعنى كان كنتم كنا وهكذا، على اساس انها مفرد او جمع. was بتيجي مع الفاعل المفرد او مع الفاعل المفرد، were بتيجي مع الفاعل الجمع، وتكملة الجملة زي ما احنا قلنا صفة اسم او اي حاجة مشار اليها في الماضي. تاني استخدام ليهم في زمن الماضي المستمر past continuous، وبرضو درس الماضي المستمر هتلاقيه تحت في الديسكريبشن درس كامل ممكن ان انت تشوفه، وبرضو هتلاقيه ظهر لك فوق هنا ممكن انت تاخد فكرة عنه. was and were بيستخدموا برضو في زمن الماضي المستمر، بيبقى معناهم برضو كان، ودوت بيبقى فيه دلالة على حدث معين كان مستمر في وقت معين في الماضي. was and were في الماضي المستمر بيجي بعدهم verb ing، بيضاف للفعل ing، لان طبعا في الحالة ده هيكون في استمرارية، الحاجة اللي احنا بنقول عليها كانت مستمرة في وقت معين في الماضي. يبقى was and were بعدهم verb ing. I was watching TV at 5 yesterday، انا كنت بتفرج على التلفزيون الساعة 5 بالامس. الحدث كان مستمر في الوقت اللي هو كان الساعة 5. was جت بعد الفعل المفرد اللي هو انا، وجي بعدها verb ing. لما جم في الجملة دي I wasn't watching TV at 5 yesterday، انا لم اكن او ما كنتش بتفرج على التلفزيون الساعة 5 امبارح. الموضوع سهل جدا مفهوش اي مشكلة. they were playing football at 7 last Friday، كانوا بيلعبوا كرة قدم الساعة 7 الجمعة اللي فاتت. الكلام كله طبعا في الماضي. they فاعل جمع او ضمير فاعل جمع، جي بعدها were وجي بعدها verb ing. لما جم فيها اقول they weren't playing football at 7 last Friday، لم يكونوا يلعبوا كرة قدم الساعة 7 في الجمعة الماضية، ما كانوش بيلعبوا الساعة 7 يوم الجمعة الماضية، ما كانوش بيلعبوا كرة قدم.
فهنا استخدمت where بعد الفاعل الجمع وجي بعدها verb ing، وده طبعا في الباست كونتينوس اللي هو الماضي المستمر للدلالة على حدث كان مستمر في وقت معين في الماضي. Was he studying yesterday؟ هل هو كان بيذاكر بالأمس؟ هنا بدأت بواز على أساس أنه سؤال بهل، اللي جاب عنه طبعا تبقى بيس أو نو. Yes he was، no he wasn't. أيوة كان بيذاكر أو لا ما كانش بيذاكر. المهم في الآخر أن أنا استخدمت was في الباست كونتينوس بعد الفاعل، جي بعدها verb ing. ده الاستخدام ليهم مع الباسيف فويس المبني للمجهول. وبرضو درس الباسيف فويس كامل هتلاقيه تحت في الديسكريبشن، ممكن انت تشوفه، وهتلاقيه برضو ظاهر لك فوق هنا، ممكن انت تاخد فكرة عنه. وباستخدامهم مع الباسيف فويس هيجوا بعد المفعول، يعني هنبدأ الجملة بالمفعول وبعدين was and where وبعدين past participle اللي هو التصريف الثالث للفعل، وطبعا دوت للدلالة على حاجة حصلت في الماضي. was هتيجي بعد المفعول المفرد، where هتيجي بعد المفعول الجمع. The car was stolen، سرقت السيارة أو السيارة سرقت. The car هنا مفعول مفرد، جي بعدها was وجي بعد was التصريف الثالث للفعل past participle. The keys were lost، المفاتيح فقدت أو فقدت المفاتيح. Keys مفعول جمع، جي بعدها were وبعدين past participle اللي هو التصريف الثالث للفعل. وده كان الاستخدام بتاعهم مع passive voice المبني للمجهول. المفعول بيجي في الأول، مفعول مفرد هيجي بعده was وبعدين past participle. المفعول اللي هيجي في الاول جمع هيجي بعده were وبعدين الباست participle. ودول كانوا ثلاث استخدامات اساسيه لwas and were. قلنا بيستخدموا على انهم verb to be في الماضي، وكمان بيستخدموا مع past continuous اللي هو الماضي المستمر اللي هو الدلاله على شيء كان مستمر في الماضي، وبيستخدموا كمان مع passive voice اللي هو المبني للمجهول للدلاله برضه على حاجه في الماضي. يعني بشكل عام was and were ماضي past. الدرس ده كان سريع شويه، اتمنى ان هو يكون سهل وتكون كمان استفدت منه. Thank you for watching. وربنا يوفقنا جميعا إن شاء الله. سلام عليكم.